عندما يعشش الفقر في بلد ما وتصرف الدولة الملايين على النجوم العالميين يصبح الأمر مثار جدل واسع. صورة تتمثل إلى حد بعيد في المغرب، حيث الاستعدادات جارية لمهرجان الموازين السنوية في دورته 17 بعد أيام. ما يثير حفيظة الكثير من المغاربة أن أموالا طائلة تصرف سنويا على هذا المهرجان في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة الفقر في البلاد حوالي 15%. المهرجان والذي تشرف على تنظيمه جمعية مغرب الثقافات انطلق لأول مرة في صيف 2001، ودأب على جلب أشهر الفنانين على الصعيد العالمي مع ما يعنيه ذلك من مصاريف الأجور والمحفزات المالية الكبيرة. يتلقى المهرجان رعاية واهتماما خاصا من قبل ملك البلاد، وتموله كبريات الشركات والمقاولات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وتجند له إمكانات الدولة المادية منها كما البشرية على حد سواء. وعلى الرغم من مكانته المرموقة في الرزنامة الثقافية للمملكة المغربية، إلا أن مهرجان موازين يلقى معارضة واسعة في المغرب، وتتحول صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحات احتجاج ضد المهرجان ومنظميها. تتعدد دوافع الرفض، يتصدرها السبب الاقتصادي وما ينفق على هذا المهرجان من أموال ضخمة لتغطية مصاريف التنظيم والتكفل بالضيوف إيواء وإطعاما ونقلا وتعويضا. يقول النشطاء والساخطون إن الفقراء أولى بهذه الأموال، كما أن البعض الآخر يذهب في تحليله إلى أن الثقافة الوطنية أولى بهذه الأموال بدلا من أن يستفيد بها نجوم عالميون. وحسب بعض المصادر فقد تجاوزت تكلفة المهرجان في عام 2013 $60 مليون، بينما بلغت في عام 2014 ما يزيد عن $72 مليون. ولا يمكن الحديث هنا عن مردودية اقتصادية لموازين في ظل المبالغ الضخمة التي تصرف عليه، وخصوصا من أجل جلب نجوم الشباك الأول للمهرجان، إذ يستقطب موازين سنويا 5 إلى 6 نجوم عالميين تتراوح أجورهم ما بين 200 إلى 800 ألف دولار، ما يجعل ميزانيته الأضخم عربياً.